بعينها حيرة كبيرة، مستقبل مولود بلا الموافقة ديالها. وجدوها وذوقوها لواحد الدور ما فاهمهاش، أميرة بلا مملكة بلا صوت. ضحك ضاع، حرية عمرها بقات تلمسها. الحملة الرقمية اللي كان يقودها ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات في سبيل التحسيس ورفع الوعي بمخاطر وعواقب تزويج الطفلات، بطبيعة الحال هي أيضا مناسبة من أجل التذكير بالتوصيات اللي أعدتها الجمعيات المنضوية في إطار الائتلاف المتعلقة بحذف مقتضيات القانون التي تتيح تزويج القاصرات أقل من 18 سنة الواردة في مقتضيات مدونة الأسرة، تذكير أيضا بالتوصيات المتعلقة بتجريم فعل تزويج الطفلات أقل من 18 سنة واعتبار الوساطة فيه أيضا جريمة من جرائم التجارة في البشر. أيضا لابد من أننا نذكره لأن الأمر يتعلق بمقاربة شمولية كيتحمل فيها جميع المؤسسات المسؤولية ديالها بما في ذلك وزارة التربية والتكوين وبما في ذلك وزارة الداخلية، في سبيل أننا نوضع حد مع عدد من الممارسات اللي كتتم حتى خارج أسوار القضاء. أكيد على أن الإحصائيات الرسمية انخفضت في بما يتعلق بتزويج الطفلات واستصدار الأذونات بتزويج الطفلات، ولكن هناك أيضا إحصائيات تتعلق لا يتم الحديث عنها وتتعلق بالزيجات التي تتم دون استصدار هذا الإذن، أي تتم خارج أسوار السجن سواء بالكونترا أو بالزواج الفاتحة. وبالتالي أعتقد على أن المناسبة اليوم هي في إطار الأنشطة المتعلقة بالتحسيس ورفع الوعي فعلا، ولكن هي أيضا مناسبة من أجل التذكير بالأنشطة الترافعية التي يقوم بها ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات في سبيل إحداث مقتضيات تشريعية وحذف أخرى التي من شأنها أنها تساعدنا للوصول إلى المبتغى اللي هو حذف ديال المقتضيات المتعلقة بتزويج الطفلات من جهة، والاستمرار في الحملات التحسيسية ورفع الوعي من أجل تغيير العقليات والثقافات السائدة. للأسف أن هناك تيارات التي تحاول التأثير على إرادة المشرع بطريقة أو بأخرى في سبيل الإبقاء على مثل هذه الممارسات، وبالتالي أعتقد أنه إن كنا نؤمن بالحرية، حرية التعبير وعن الآراء، ولكن أعتقد على أنه لازم اليوم أننا نؤمن بأن هناك بعض الأصوات الشادة اللي تنشط كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي واللي الهدف ديالها هو الإبقاء على مثل هذه الممارسات، وتعتمد في ذلك على معطيات وتحليلات بعيدة عن الواقع ويتم إسنادها من أجل إضفاء المشروعية على الدين أو على الأخلاق. وبالتالي هذه العقبات هي بالضرورة هي عقبات مرتبطة بالتيارات التي تحاول التأثير بطريقة أو بأخرى على إرادة المشرع، وأظن على أن مثل هذه الأنشطة أو مثل هذه الفيديو التحسيسي ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظن على أنه واحدة من الوسائل من أجل التنافس في سبيل إصدار قوانين حقيقية صالحة للأسرة. لا يمكننا أبدا على أننا نعتبر اليوم أن إيقاف أو الحد من تزويج الطفلات غادي نديرو حنا المنع وحذف المواد 2021 2022 وسالينا والسلام عليكم وحتى شويه ما بقى يزوج. الدليل على هذا المدخل في هذا الموضوع هو أنني قلت أو نقول في ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات على أنه المناطق قبل حتى ما يتمنع قانونيا، مجرد أن قاضي يكون متشدد باش يمنح الإذن بتزويج الطفلات، في واحد الوقت كانوا يمشيوا لمحكمة أخرى يقولوا حتى راه المحكمة الفلانية راه فيها قاضي متساهل، وهذا الشيء للأسف فيه تأثير حتى على السادة القضاة حتى على البيئة والتفكير ديالهم. ومن بعد ما تدخلت رئاسة النيابة العامة ومنعات هذه الإمكانية ديال أن ينتقل الإنسان خارج المكان اللي هو غيقوم فيه بتوزيع عقد الزواج، ولا ملزم على انه يقدم الطلب ديالو في البلاصه فين عايش، ولينا اذا ما تم التشدد مجرد التشدد في منح الاذن كيقول الناس انهم كيزوجوا بدون عقد وبدون اذن.